ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي مطلع سورة البقرة هدى للمتقين، وفي وسطها هدى للناس. لا يوجد طريق يسعدك فردا ولا أسرة ولا مجتمعا ولا بشرية إلا كتاب الله تعالى. يا أخوان ويا أخوات، إذا كنتم تقرؤون في شهر رمضان القرآن الكريم، فاعلموا أن خير القراءة التدبر. وأيهما أفضل، أن نكثر من الختمات أو أن نكثر من الفهم والتدبر؟ والتدبر هو النظر في عاقبة الأمور. فاعلموا أن التدبر خير من الإكثار من التلاوة من دون فهم، لأن هذا الكتاب، إن الذين كانوا من قبلكم، قال سيدنا الحسن البصري، رأوا هذا الكتاب رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونه بالليل ويعملون به في النهار. وأنت إذا قرأت من القرآن ما قرأت، صحيفة، حزباً، جزءاً، ربعاً، سبعاً، القرآن كله، كلما أنهيت قراءة قبل أن تغلق المصحف، قل ماذا سأفعل؟ دور ولو على آية واحدة لتعمل بها، دور ولو على مقطع من آية لتعمل به، حتى تكون من الذين يعملون بهذا القرآن الكريم. ووحده هذا القرآن، وحده مع معلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله بهما نقل العرب من قبائل متناحرة وأوزاع متفرقة إلى خير أمة أخرجت للناس، فقط بالقرآن الكريم. لكن كان له معلم، وهم تعلقوا بهذا المعلم تعلق الرضيع بأمه، فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من أنفسهم، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. فنقلهم هذا القرآن وهذا النبي إلى سدة المجد في الدنيا، ولا زالت الوصفة هي الوصفة. القرآن لساته موجود يا أخوان، ما تغير منه نطقا. بيبقى أنا وياك نقرأ هذا القرآن الكريم ونعمل بما فيه، وتتخذ لنفسك شيخا يتعلق قلبك به، حتى تنتقل من الضعف إلى القوة، من القلة إلى السعة، من المعصية إلى الطاعة، من البعد إلى القرب، من الجفاء إلى الحب. آيات اليوم تنتظم هذا المعنى، هداية للبشرية. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس.
ذرأنا يعني خلقنا، وظاهر الآية تقول خلقنا لجهنم، يعني إنه الله خالقهم منذ أن خلقهم، منذ أن زرعهم، منذ أن بثهم خلقهم لجهنم. لكن لما بيكون لك معلم ما بتضيع، بس بدون معلم بيطلع واحد على اليوتيوب وبيقول لك شوف القرآن يقول ولقد ذرأنا لجهنم، الله خالقهم لجهنم من وقت ما خلقهم، شو دخلهم هن؟ بس إذا لك معلم بيجي بيقول لك هذه اللام لجهنم تسمى باللغة لام العاقبة، يعني لقد خلقناهم على الفطرة لكنهم خالفوا أوامرنا فكانت عاقبتهم جهنم، كقول الله تعالى عن سيدنا موسى لما ألقته أمه في اليم والتقطه آل فرعون، قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هن ما التقطوا مشان يعاديون، هذه اللام تسمى لام العاقبة، يعني التقطوه فلما شب ودعاهم إلى الله تعالى وتركوا طاعته وكفروا بهديه عاداهم، فكانت العاقبة أنه صار بينه وبينهم عداوة، فهذه اللام تسمى لام العاقبة. ولقد ذرأنا لجهنم ولقد خلقنا كثيرا من الجن والإنس، خلقناهم على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وأرسلنا لهم كتاب هداية وأرسلنا لهم نبيا لكنهم خالفوه فكانت عاقبتهم أنهم في جهنم، هذا معناه ولقد ذرأنا لجهنم. قال الله تعالى لما أدخلهم جهنم كثيرا من الجن والإنس، قال لهم قلوب لا يفقهون بها. العلماء قالوا ليش التعقل والتفقه والفهم بالقلب أو بالدماغ؟ القرآن الكريم يقول بالقلب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ما بيفهموا، يفهمون الطعام كيف يحصلونه نعم، والشراب كيف يكسبونه نعم، واللباس من أين يشترونها نعم، واللهو واللعب كيف يلهون ويلعبون نعم، لكن كيف يسلكون درب الله تعالى لا يفهمون، لهم قلوب لا تفهم. أنتم تعلمون أيها الإخوة منذ كنتم صغارا كان الحديث أن التعقل إنما هو في أعلى الجسد، أن العقل في الدماغ، في قشرة الدماغ، أن وظائف التنبه والتفكير في قشرة الدماغ. لكن هناك دراسات من سنوات طويلة ابتدأت تقول بأن العقل في القلب، وبينه وبين العقل الذي في الدماغ رابطة، لكن القلب هو المدير، والعقل الذي في الرأس كأنه مدير مكتب القلب، فهو يجمع للقلب التصورات ويرسلها، والقلب يقرر يريد أو لا يريد، يوافق أو لا يوافق، يمتنع أو يسير في هذا الدرب، ويرسل هذا القرار الموقع إلى العقل، فالعقل يرسل تنبيهات عصبية إلى العضلات وإلى سائر الجسم ليعمل بما أمر به القلب. الدراسات تكلمت عن مسائل باتت ملموسة لما صار عمليات زراعة القلب موجودة في العالم، لاحظوا أمراً أن فتاة مثلاً في العشرين من عمرها ماتت وكانت تعزف الموسيقى، نقلوا قلبها لفتاة في عمرها، لكن الفتاة الجديدة التي أخذت القلب هذه لا علاقة لها لا بالغناء ولا بالموسيقى، فلاحظوا أن هذه الفتاة التي أخذت القلب من تلك المتوفاة صارت تعزف الموسيقى
بسيول أصابعها تسير على إيقاعات أو أجهزة الإيقاع أو أجهزة الموسيقى. فاستغربوا. في حادثة ثانية، طفل عمره 8 سنوات قتل، جاءه قاتل وقتله بطريقة ما. الأطباء أخذوا القلب منه لأنه ميت، وكان هناك طفل بعمره كمان 8 سنوات زرع له القلب. لاحظوا بأن هذا الطفل الذي زرع فيه القلب يخاف جدا من أن يهجم عليه الناس ويقتلوه، بل كان يتحدث مع أبيه وأمه بأنه رجلا يريد أن يهجم عليه ويقتله. الأم والأب لما تكرر منهم من الولد هذا الموقف، هو بخاف جدا مع أنه الأمر آمن، وابنه قبل العملية ما كان عنده هذا التخوف. أخبروا الشرطة. الشرطة عندهم رسامون جنائيون، طلبوا من الولد أن يخبره الرسامين بصفات هذا الذي يهجم عليه ليقتله، فكان يخبرهم. الرسامون رسموا الصورة بناء على كلام الولد، بعدين قدموها للشرطة الجنائية، طابقت الصور التي عندها، يوجد واحد هذه صورته، جيء به فاعترف أنه هو الذي قتل الولد الأول. هذه الحوادث نبهت، وأشباهها نبهت، أن هذا القلب فيه تعقل، فيه فقه، فيه إرادة. الآن لاحقاً الدراسات تثبت بأن لهذا القلب جهاز عصبي خاص به، في بقلبه 40,000 خلية عصبية على ما قرأت، وله تواصل مع العقل الذي في الدماغ، وهو المدير وهو الأمير. هذا الكلام القرآن الكريم يكرره في عشرات المواضع. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. لا يفقه، لا يفهم الفهم الذي يدله على الله، الفهم الذي يلزمه درب الله، الفهم الذي يبعده عن مخالفة أوامر الله. على قلبه فيران، على قلبه في طبع، على قلبه في أغلال، على قلبه في أقفال، شغله متاع الدنيا عن أن يفهم أوامر الله تعالى ونواهيه. في القرآن الكريم أيها الإخوة، رأيت القلب يشرب، قال الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، ورأيته يتحسر ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ويقسو وجعلنا قلوبهم قاسية، ويخاف ويوجل وجلت قلوبهم، ويأبى وتأبى قلوبهم، ويرتاب وارتابت قلوبهم، وينافق نفاقا في قلوبهم، ويتقطع إلا أن تقطع قلوبهم، وينصرف صرف الله قلوبهم، ويطمئن وتطمئن قلوبهم، وينكر قلوبهم منكرة، ويلهو لاهية قلوبهم، ويخبت فتخبت قلوبهم، ويخشع تخشع قلوبهم، ويزيغ أزاغ الله قلوبهم، ويغلظ غليظ القلب، ويمرض في قلوبهم مرض، ويسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويفقه لهم قلوب لا يفقهون بها. وهكذا أيها الإخوة، القلب في القرآن الكريم يعمى ويبصر ويتذكر وينسى ويلين ويقسو ويفقه ولا يفقه. القلب له معنى عضوي، هو هذه القطعة اللحمية الصنوبرية
الموجودة في طرف صدرك الأيسر من أعلى، لكن له معنى آخر، هو لطيفة ربانية روحانية لها اتصال بهذا القلب الجسماني. لماذا لا يفقه القلب؟ لأنه أنا بيهمني إذا قريت الآية أنه بدي استفيد أنا وتستفيد أنت. الله أدخل أناساً جهنم كثيرين، ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ليش هالقلب ما بيفهم؟ ليش هالقلب لا يعقل؟ ليش هالقلب لا ينساق إلى أوامر الله؟ وبالمقابل في قلوب تفقه، وفي قلوب تعقل، وفي قلوب تنساق وراء أوامر الله. وقال الله تعالى: ولهم أعين لا يبصرون بها. أنت إلك عين براسك هون صح، بس في عين تانية هون، هذا قلبك يبصر أو لا يبصر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في قلوب عمياني. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. في إذن هون، بس في إذن هون كمان، كمان هذا القلب يسمع أو يصاب بالصمم. قال الله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بس كانوا هذول مفتحين، مشركون، كان عيونهم بيشوفوا، بس الله قال عنهم عميان. كانوا بيحكوا، بس الله قال عنهم بكم. كانوا بيسمعوا، بس الله قال عنهم صم. معناتها في إذن تاني، ولا حبحكي لكم وين الإذن التاني وكيف أنت صارت معك بزماناتك، مرات صار معك سمعت وأبصرت بس مو بهالإذن ولا بهالعين، بهذه العين وبهذا السمع وبهذا المزروع في القلب. ما علامات أن القلب لا يفقه؟ لا سمح الله الواحد يفحص حاله ويشوف لي قلبه فهيم لما مو فهيم، لأن أناساً كثراً من الجن والإنس ذرأهم الله تعالى لجهنم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال الله تعالى: أولئك كالأنعام، مثل البقر، مثل الجمال، مثل العنز، مثل الخواريف. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ما علامات القلب الذي لا يفقه؟ واحد، أنتم تعلمون أيها الإخوة، كل عضو من البدن خلق لفعل خاص، فإذا لم يقم هذا العضو بالفعل فهو مريض. يعني العين للبصر، إذا واحد عينه ما عاد شاف فيها معناته مريض. الأذن للسمع، إذا واحد أذنه ما عاد سمع فيها معناته مريض. القلب لشو خلق؟ الأذن للسمع والعين للبصر والقلب لشو خلق؟ إذا كان لضخ الدم فهذا عند القطط موجود، عند الكلاب موجود، عند البقر موجود. أنت القلب الذي بين جنبيك بس مشان يضخ الدم مثل قلوب الكلاب والقطط وغيرها من المخلوقات؟ هذا القلب أيها الإخوة موجود لتعرف الله تعالى به، لتحب الله تعالى به، لتعبد الله تعالى به، لتذكر الله تعالى به، لتتعلق بحضرة الله تعالى به. فإذا رأيت إنسانا قلبه لا يلتفت إلى الله، لا يحب الله، لا يرتبط بالله، لا يسمع أوامر الله، فاعلم بأنه مريض، قلبه لا يفقه، مريض. ما علامات القلب المريض، القلب السقيم، القلب الذي لا يفقه؟ أولاً بأنه لا يعمل لما خلق له. اثنين، يشتبه عليه المعروف بالمنكر. إذا رأيت واحد المعروف والمنكر عنده مثل بعض البعض، حلال حرام ما عنده فرق، مصاري بالحلال أو مصاري بالحرام بيقول لك كله مصاري بالأخير، أكل أكل حلال أكل أكل حرام بيقول لك أخي لا لسه حتى أقول، لا أقول ولا تجيب لي سيرة حلال وحرام.
إذا رأيت رجلاً الصدق والكذب عنده مثل بعضهم. إذا رأيت رجلاً بيقول لك أخي شو الفرق بين الزنا والزواج؟ كله مثل بعضهم. فاعلم بأن قلبه لا يفقه. إذا اشتبه على الإنسان المعروف بالمنكر فهو مريض. هلا إذا واحد شربناه شراب حلو وبعدين شراب حامض وبعدين شراب مر، قلت له شو رأيك فيهم؟ قال لك كلهم مثل بعضهم. شو معناتها؟ مضروب التذوق عنده، ودليل إنه فهيم. فلما واحد بيجي بيقول لك أخي شو الفرق بين الزواج والزنا؟ شو الفرق بين الربا والبيع؟ كله مثل بعضه. هذا مو دليل إنه فهيم، دليل الجهاز يلي بيستقبل وبيوزن مضروب. ما علامة القلب المريض الذي لا يفقه؟ أولاً لا يعمل بما خلق له، واثنين يشتبه عليه المعروف بالمنكر، وثلاثة لا تنفعه موعظة. بتصير قدامه مواقف بتهز جبال، مات رفيقه مبارح كان هو وياه، مات وهلأ غسلوه قدامه وجابوه على الجامع يصلوا عليه لأنه بدهم ياخدوه على القبر. هو واقف برا، فوت صلي عليه، عم ياخد سيجارة لبين ما أنتوا تصلوا عليه وتطالعوا له. إذا رأيتم هيك إنسان فاعلموا بأن القلب عنده مريض، والله يستر إذا تمادى المرض القلب بيموت. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. من علامة مرض هذا القلب عدوله عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة. بتجيب له غذاء نافع ما بيرضى، غذاء ضار بيقول لك كثير منيح. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بالعكس. لا سمح الله، لا سمح الله يا أخوان، كيف واحدنا إذا وجد في بقلبه بعض هالعلامات كيف لازم، شو لازم، شو الأدوية، شو يعطيه للقلب، وشو لازم كل آياتنا نغذي هذا القلب مشان القلب يصير يفقه. سيدنا عثمان بن عفان الله يرضى عنه بيدخل عليه رجل، هذا الرجل كان برا بالشارع هو وجاي لعند سيدنا عثمان عم يطلع على الحرم. فلما بيفوت لعند سيدنا عثمان بيقول سيدنا عثمان: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا بين عينيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. قال: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا بين عينيه؟ هذاك الرجل بيجفل. شو عرفه عثمان؟ قال: أوحي بعد رسول الله؟ شو جاك سيدنا جبريل؟ قال: لا، لكنها فراسة المؤمن. شايف في عين تانية غير هاي العين تبع الرأس بتشوف. مرات أبوك بيشوف واحد من الناس أنت تريد أن تشاركه، شخص فاتح لك سيرة مشاركة، بتقوم أنت بتعزمه لبيتكم تشرب لك كاسة شاي، بفوت أبوك يسلم عليه، بيقعد دقيقة وبيطلع. بس يطلع الرجل يمشي بيقول لك أبوك شو بده؟ بيقول له: والله فاتحين سيرة شركة عم نتدارس. بيقول لك: الله يرضى عليك لا تشاركه. ليش أبي؟ بيقول لك: أنا ما ارتحت له. في شيء أبي؟ أنت بتعرفه؟ لا. شايفه قبل هالمرة؟ لا. حسيت بكلامه يعني في شيء مو صح؟ لا. لكن شبه قلبي ما ارتاح له. شايف في قلب بيفقه، هذا القلب بيفقه بيعرف. تقوم أنت بتسمع كلمة أبوك، بيشاركه واحد غيرك، لاحقاً بيجي هذا الغير بيقول لك: لك والله طلع نصاب هذا السنة. الله أكبر. شلون عرفه؟ يا أبي شلون عرفت؟ لك والله طلع نصاب. صح. شايف في قلوب بتشوف، في آذان بتسمع بس مو هي، هي في أذن تاني هون. مرات أنت بتكون رايح حضران هلأ بالدرس وبدك تروح على بيتكم، شو بيجي على بالك إنك توقف عند محل الخضرة وتاخد ليمون
بعمرك انت مالك جايب ليمون للبيت هيك من حالك؟ بس توصل على البيت بتقول لك امك شو جايب؟ بتقول لها ليمون. بتقول لك الله يرضى عليك، والله بقلبي كنت عم بقول الله يلهمك تجيب لنا ليمون معك. كم مره صارت معك؟ شايف في اذن ثاني غير هاي الاذن، تسمع مع انه امك ما حكيت، وقلبك سمع من دون صوت. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة كان على المنبر يوم الجمعة، وكان قد أرسل جيشا لقتال الروم بقيادة سارية بن زنيم. عمر هو عم يخطب يوم الجمعة على المنبر بيقول عرضت لي تخوم الشام. هو بالمدينة، لا في جوالات ولا في واتس ولا في سكايب ولا في كاميرات ولا في لابتوبات. عرضت لي تخوم الشام، شفت أنا واقف على المنبر هون بالمدينة شفت الشام، ورأيت الروم قد كمنت وراء الجبل لجيشنا. فراح عمر صرخ صوت هو بالمدينة المنورة على المنبر يوم الجمعة نص الخطبة، قال يا سارية الجبل الجبل، دير بالك من الجبل. كمل خطبته، لما نزل قالوا له سيدنا خير شبك؟ قال لهم والله هيك هيك صار معي، فحبيت حذرهم من الجبل. هدول اللي حضرانين بهالدرس قالوا خير إن شاء الله، الله يعافي سيدنا عمر، يمكن صاير معه شيء. بس عمر، هذا عمر الفاروق، لما رجع الجيش الإسلامي بقى أولادهم وإخواتهم وخوالهم كل واحد صار يسأل إنه صار معكم شيء غريب بهالغزوة هاي بهالمعركة؟ قالوا إيه، كنا نسير في يوم جمعة فسمعنا صوتا من السحاب يشبه صوت أمير المؤمنين عمر يحذرنا من الجبل. ساري قائد الجيش بيبعت استطلاع وراء الجبل، بيلاقي الروم قد كمنوا وراء الجبل. كيف رأى عمر؟ في عين تاني هون. كيف سمع الجيش؟ في إذن تاني هون كمان. شلون بدك هالإذن تفتح وهالعين تفتح وهالقلب يفهم؟ أدوية القلب وأغذيته. أول دواء يا أخوان، نصيحة، نحن في شهر رمضان، الإكثار من ذكر الله تعالى. أكثروا من ذكر الله في ليلكم، في نهاركم، في طعامكم، في نومكم، في سيركم، في قعودكم، في سروركم، في حزنكم، في مرضكم، في صحتكم. خلي الذكر رفيقك، خلي مراقبة رب العالمين معك، خلي الاشتغال بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل، بقولك الله 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 معك. خلي توجه قلبك إلى ربك، أنت وماشي مع كل خطوة اذكر الله، أنت وقاعد مع كل نفس اذكر الله. اذكر أذكار الصباح، اذكر أذكار المساء، اذكر أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، إذا دخل إلى بيته، إذا مر بالسوق، إذا دخل المسجد، خرج. خلي الذكر رفيقك. إذا كان الجسد محتاجاً إلى الطعام والشراب، وإذا كان العقل محتاج إلى سكريات، فإن هذا القلب محتاج لذكر الله تعالى. يا أخوان، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ اللي بيناتكم ما عم يذكر الله حالته مثل السمكة اللي طالعناها من المي، القلب عم ينشف، يأسى، يجلمد، يمرض، والله يستر ما يموت. قلوب إذا منه خلت فنفوسه، إذا قلبك خلى من ذكر الله تعالى، قلوب إذا منه يعني من ذكر الله تعالى، يعني من التعلق بحضرة الله تعالى، قلوب إذا منه خلت فنفوسه لأحرف وسواس اللعين طروسه. الطروس هي السطور، يصير قلبك سطر بيكتب عليه الشيطان، تأذي هذا، بتضرب هذا، بتمد إيدك على الحرام، تخالط فتاة بالحرام، بيعلمك كلام الحرام.
قلوب إذا منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس، وإن ملئت منه ومن نور ذكره فتلك نجوم أشرقت وشموس. بس إذا قلبك امتلأ بحب الله وبذكر الله بصير قلبك مثل الشمس. قال أبو بكر الكتاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يميت قلبي. دعي لي ما يموت القلب، دعي لي ما يصير هالقلب غبي ما بيفهم، دعي لي هالقلب ما يصير فيه صمم، ما يصير فيه بكم، ما يصير فيه عمى. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي ألا يميت قلبي. فقال: قل في كل يوم 40 مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. الذكر يا أخوان يحيي لكم قلوبكم، الذكر يقوي لكم قلوبكم فتفقه عن حضرة الله تعالى أوامره ونواهيه. ما هي أغذية القلب وأدويته؟ أولها ذكر الله تعالى، وثانيها السماع. والمراد بالسماع السماع لآيات القرآن الكريم مع التعقل والتدبر لها، والسماع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسماع للمجالس العلم التي تذكرك بالجنة وتحذرك من النار، والسماع للنشيد الذي يهيج الشوق والحب في قلبك. أي دول القلب، القلب هيك بيأكل. لذلك أنت مرات هيك بتجلس تستمع آيات من القرآن الكريم تشعر نفسك بأنه غسل صدرك، لكن هذا غذاء لأنه للقلب ودواء للقلب. مرات بتسمع هكذا نشيد فيه شيء عن الحب الإلهي أو حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتذرف عينك، انغسل القلب وتغذى القلب. تحضر مجلس علم يلين قلبك، تشعر شعور مادي بأن قلبك الآن شو صار؟ لأنه تغذى، تغذت هذه النبتة الموجودة في قلبك. بصير بقى قلبك يفهم عن الله ويسمع ويرى. من أغذية القلب وأدويته الإكثار من الأعمال الصالحات. نصيحة يا شباب يا بنات، قيام رمضان أقل أخ بيناتكم، أقل أخ أكسل أخ بيناتنا 20 ركعة، وثلاثة وتر 23، بس الأحسن من هيك إذا بتساويهم 30 بتساويهم 40. صلي مفتوح الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. خلصوا بالجامع روح على بيتك، في صلاة تهجد بالجامع اللي جنب بيتك، أو هون عندنا هنا في المسجد يوجد تهجد الساعة 2:30 الليل، تعال إذا كنت قريبا، أو أنت في غرفتك في بيتك لوحدك صلي، أو بجامع أنا صلي كمان قبل الفجر بساعة. المهم أكثر من الأعمال الصالحات، ما بتلاقي غير قلبك لان، قلبك حي، قلبك صار يفهم شيئا ما كان يفهمه. أكثر من الصدقات، أكثر من المبرات، أكثر أنك تستجلب رضا أمك عليك. على السحور لاقي أي طريقة لتخدم أمك عشان تقول روح الله يرضى عليك يا ابني. أبوك لاقي أي طريقة أكلة بيحبها جيب له إياها، قرب له إياها على صفرة الإفطار، بركي بيدعي لك هلا على الإفطار. هذه الأعمال الصالحات غذاء للقلب ودواء للقلب. شف لك شيء مكسور جبره، شف لك شيء ضعيف قوي، شف لك شيء ضائع دله، شف لك شيء أخ أو إنسان بعيد عن درب الله جيبه معك على الجامع. واحد من الأخوة ساوى هيك مشروع أنه لا تأتي لوحدك، صح؟ جيب واحد هيك. هذا الفعل دواء للقلب وغذاء للقلب. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الإنسان من دون دين، من دون حب الله، من دون ذكر الله، من دون تعلق بالله هو كالأنعام، بل الأنعام خير منه، لأن الأنعام ما أعطاها الله تعالى هذا القلب الذي يفقه، أعطاها القلب هذا الصنوبري اللي هو مضخة الدم. بس أنت أعطاك فوق مضخة الدم لطيفة ربانية تفهم عن الله تعالى أوامره ونواهيه.
فإذا أنت تركت ورميت هذه اللطيفة الربانية بتكون فرطت بشيء ما آتاه الله لغيرك. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الربط يا أخوان بين آية ولله الأسماء الحسنى وبين لهم قلوب لا يفقهون بها، الله أعلم يشير بأن ذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى وأن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى يحيي قلبك. يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا جابر اجبرني، يا ساتر استرني، يا نور نور لي قلبي، يا هادي اهدني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا يعني واتركوا الذين يلحدون في أسمائه. المشركون يلحدون يعني يميلون عن الحق والصواب، لذلك الملحد ملحد لأنه مائل عن الحق والصواب. يلحدون في أسمائه يعني يحرفونها. من اسم المنان سموا منات، من اسم العزيز سموا العزة. يحرفون هذه الأسماء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صحيح في كثير من الإنس والجن كانت عاقبتهم جهنم، لكن هناك من الإنس والجن أمة يهدون بالحق. شايف مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم؟ يا أخوان نغدو ونروح ونرجع إلى الهداية في القرآن الكريم. من هم الذين لن يكونوا في النار؟ الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. والحق هو هذا القرآن الكريم، والحق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما تمسكنا بهذا الحق ومهما هدينا أنفسنا وهدينا الآخرين بهذا الحق فنحن في خير في الدنيا وفي خير في الآخرة. ومهما غفلت قلوبنا عن الله ومهما صمت أسماع قلوبنا عن أوامر الله ومهما عميت أعين قلوبنا عن نواهي الله عز وجل، هناك قوم ذرأهم الله لجهنم لأنهم كانت حالهم هذه الحال. نسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا بذكره. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.